بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، من فضل الله وكرمه وإحسانه على عباده أن جعل لنا مواسم للخير وأزمنة فاضلة تقال فيها العثرات، وتحط فيها الخطيئات، وترفع فيها الدرجات. ومن ذلك شهر رمضان المبارك الذي تكرم الله به على هذه الأمة، فجعله مزرعة للخير وميدانا للتسابق في أعمال البر ومجالا للبذل والإحسان. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومعنى كتب فريضة، والصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعا إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. هذا هو الصيام الحقيقي، الصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعاً هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، لعلكم تتقون، أي تحصل لكم به الوقاية من عذاب الله، وتحصل لكم به النجاة من النار، ويحصل لكم به الفوز بالجنة والعتق من النار. تكرم الله على هذه الأمة فجعله ميدانا للتسابق ومجالا لفعل الخير وأعمال البر. الله عز وجل عوض أمة محمد حينما كانت أعمارها قصيرة، كما يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، قليل من يتجاوز 70، ومنهم من يموت قبل 60. لكن عوضهم الله بأعمال البر وبالصيام وبالطاعة وبالإقبال على الله عز وجل وبالحج وبالعمرة وبزيارة مكة والصلاة في المسجد الحرام وغير ذلك من أعمال البر. فمثلاً الصلاة في مكة أو في الحرم 100,000 صلاة، يعني تعادل صلوات 55 سنة وستة أشهر وعشرة أيام، صلاة واحدة. فالله عوض أمة محمد عن قصر أعمارها بهذا العطاء الجزيل وبهذا الإنعام العظيم وبهذه الخيرات الوفيرة. وكان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بمقدم رمضان. فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. قبل وفاته صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، ومر أطوار في الصيام
ما بين التخيير بين الصيام وبين الفدية، وما بين الصيام في النهار وأيضا في الليل إلا ما بين المغرب والعشاء، لكن الله عز وجل سهل على هذه الأمة وأراح بالها ومنع عنها المشقة والجهد، حيث يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان في السابق محظور، أول الأمر يأكل الإنسان من أذان المغرب إلى العشاء ثم يتوقف، يلزمه الإمساك من صلاة العشاء إلى المغرب من اليوم الثاني، وهذا فيه مشقة، فسهل الله على الأمة وقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكان قبل ذلك محظورا. وبشر عليه الصلاة والسلام أصحابه بمقدم شهر رمضان فقال: أظلكم شهر عظيم مبارك جعل الله صيامه أو صيام نهاره واجبا وقيام ليله تطوعا أو نافلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاستكثروا فيه من أربع خصال. خصال إذا تمسك بها الإنسان فاز وسعد، إذا تمسك بها نجا، إذا تمسك بها حصل على المكانة السامية والمنزلة الرفيعة وحصل على الخير في الدنيا والآخرة. فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وتستغفرونه. إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله فمعناها لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتستغفرونه يعني تطلبون منه الغفرة، وتطلبون منه ستر العيب، وتطلبوا منه التجاوز عن الخطايا، وتطلبون منه المسامحة عن الآثام. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة. إذا قام الإنسان يقول: اللهم من يسألك الجنة، وإذا قعد قال ذلك، وإذا سجد قال ذلك، وإذا رفع من السجود، وإذا وقف يقول: اللهم من يسألك الجنة وما يقربني إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول وعمل. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتعوذون به من النار. أيها الإخوة الأكارم، بمناسبة دخول هذا الشهر الكريم، فإن وقت الدرس سيكون بعد العصر، اعتبارا من يوم غد إن شاء الله سيكون درسنا بعد العصر، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق. ونقرأ الآن في كتابنا حسب المتبع بقراءة مختصرة، ثم نتناقش فيما لدينا من أسئلة. وقراءتنا في كتاب الفرائض، في كتاب الفرائض، وهو قسمة التركات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض، وهو علم المواريث، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمها. كتاب الفرائض، الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فكنا نقرأ الفرائض عادة يوم الاثنين في كتابنا السابق عدة الباحث، الآن نقرأها في كتاب الكافي. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يبين لنا من الذي يرث بالفرض، ومن الذي يرث بالتعصيب، ومن الذي يجمع بينهما، ومن الذي يحجب الآخر،
والوارثون من الرجال والوارثات من النساء وأصباب العرث وموانعه وهكذا. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والفرائض جمع فريضة، والمقصود به الأحكام المتعلقة بالتركات وبأصحابها. نعم. وهو وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم المواريث. علم المواريث، فلان يرث بالفرض فقط، وفلان يرث بالتعصيب فقط، وفلان يجمع بينهما، وفلان يرث بالفرض أو بالتعصيب ولا يجمع بينهما، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وهؤلاء محجوبون حجب حرمان، وأولئك محجوبون حجب نقصان، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالمواريث. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمها، لأن الإنسان يحتاج إليها، كل منا يحتاج إلى هذا العلم، كل منا يريد أن يعرف نصيبه من أبيه، من أمه، من ابنه، من بنته، من زوجته، من قريبه، وهكذا. كانوا في السابق كما سيأتينا أنهم يتوارثون بالقرابة، بأنهم من ذوي الأرحام، ثم أو بأنهم من يعني من الأقارب، أو من هو بعيد، أو لأنه جاره، أو لأنه أسلم معه، أو لأنه له في يد، فنسخ ذلك جميعا، فجعل الإرث للقرابة إما بالفرض وإما بالتعصيب، حيث يقول عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. وحث عليها على الخصوص. فروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض. أمر النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض، لأنه إذا ما علمناها أعطينا من لا يستحق، وقد نحرم من يستحق. فإذا كان الإنسان على علم وعلى دراية بأحكامها أعطى المستحقين ومنع غيرهم. نعم. وعلموه الناس. نعم. فإنه نصف العلم. نصف العلم، لأن من العلم ما يحتاجه الإنسان في دنياه أو في حياته، ومنه ما يحتاجه بعد الوفاة، وهذا يحتاج إليه بعد الوفاة. نعم. وهو ينسى. وهو ينسى إذا لم يتعهد الإنسان، سرعان ما ينساه. وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. نعم. وهو أول شيء ينزع من أمتي، رواه ابن ماجة. فإذا مات المرء بدأ بكفنه وتجهيزه، يعني أول ما نبدأ بمؤونة التجهيز، الكفن وحفر القبر وحمله إلى المقبرة والتغسيل إذا كان يحتاج فلوس. وقلنا عندنا والله الحمد الدولة التزمت بهذا جميعا، فتجد المغاسل في كل بلد ومجهزة بجميع ما يلزم، لكن في البلاد الأخرى يلاقون عناء وتعبا في تجهيز موتاهم. نعم. وتجهيزه مقدم على ما سواه، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه. كما يقدم المفلس، إنسان مفلس وله غرماء وعنده شيء قليل، الشيء القليل هذا ما يكفي لهم جميعا، هل نبدأ بنفقته أو نبدأ بإعطاء الغرماء؟ نقول نبدأ بنفقته. تقدم نفقة المفلس على الغرماء، ويبدأ بها أولا للحاجة الماسة إليها. ثم يقضى دينه. ثم يقضى الدين، لأن الإنسان يعني مرتهن بدينه، فإذا سددنا الدين برئت ذمته. فنبدأ أولا بمؤونة التجهيز، ثم بسداد الدين إذا كان برهن كما مر بنا، ثم بسداده إذا كان بدون رهن، ثم الوصايا رقم 4،
ثم المواريث رقم 5. نعم. لقول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال علي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. الدين الإنسان مطالب به وهو مسؤول عنه، ولا تبرى ذمته إلا بسداده، بينما الوصية من باب الخير ومن باب الإحسان ومن فعل البر، لأن الوصية التبرع، بعد يتبرع الإنسان بشيء لا ينفذ إلا بعد وفاته. وقلنا في دروس سابقة بأن الوصية عقد جائز، بينما الوقف عقد لازم. فإذا قلت هذا وقف خلاص ما أقدر أعدل ولا أزيد ولا أنقص، وإذا قلت هذه وصية يمكن أوصي للشيخ صديق، ثم أوصي للشيخ عبد الله، ثم أوصي للشيخ خالد، ثم هكذا حسب. وإذا والأخير يعني هو الذي إذا ألغيت السابقات فأنا أعمل بالأخيرة، وإذا كانوا شركاء فإنهم يشتركون. فقلنا الوصية عقد جائز ولا تنفذ إلا بعد الموت، بينما الوقف عقد لازم، لأن الوقف عرفناه الشيخ صديق وش قلنا؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعبدت، وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. وأما الوصية عقد جائز، أنا وصيت الآن للشيخ صديق، بعدين بدأ لي أني أوصي للشيخ عبد الله، بعدين بدأ لي أني أوصي لغيرهم حتى الوفاة. إذا مات الإنسان لزمت الوصية إذا قبل الموصى له. نعم. ولأن الدين تستغرقه حاجته فقدم كمؤنة تجهيزه، ثم تنفذ وصيته للآية. ولأن الثلث بقي على حكم ملكه ليصرف في حاجته فقدم على الميراث كالدين. الوصية يعني إذا أوصى بالثلث مقدم على الميراث، لأن الإنسان جعل له الله أن يوصي بالثلث. وأبو بكر رضي الله عنه قال: رضيت بما جعله المولى لنفسه حينما حدد أن لله الخمس في الآية الكريمة. نعم. ثم ما بقي قسم على الورثة للآيات الثلاث. ثم إذا أنهينا الوصية والوقف أصلا انتهى وخلص، نعطي الورثة، نقول ترك أب، الأب إما أن يأخذ جميع المال، وإما أن يأخذ السدس، وإما أن يأخذ السدس وما أبقت الفروض. الأم ممكن تأخذ الثلث، وممكن تأخذ السدس، ويمكن تأخذ ثلث الباقي كما في المسألتين العمريتين. الزوجة الربع أو الثمن، الزوج النصف أو الربع، الأخت إذا كانت مع أخيها ترث بالتعصيب، وإذا كانت وحدها وانفردت فإنها تأخذ النصف إذا وعدم المعصب وعدم المشارك، وهكذا محددة ومبينة لكل إنسان ما يستحق. نعم. للآيات الثلاث في سورة النساء. فصل. وأسباب التوارث ثلاثة. وأسباب الميراث ثلاثة. ولو رجعنا إلى الرحبية يقول أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الورث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وهنا سبب الرابع قلنا مختلف فيه، وهو بيت المال، هل هو سبب أم لا؟ وإذا أردنا أن نقف على أقوال أهل العلم نجد المالكية رحمهم الله يقولون هو سبب، أي بيت المال. والشافعية رحمهم الله يقولون إذا انتظم،
والأحناف والحنابلة رحم الله الجميع قالوا لا، وإنما هو يحفظ المال عن الضياع وليس سببا. فلذلك نجد صاحب الرحبية رحمه الله لم يجعله سببا، وإنما قال أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي هذه الثلاثة: نكاح وولاء ونسب. ما هو النكاح؟ نقول عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. عندما أقول يا دكتور خالد، عندما أقول عقد الزوجية الصحيح، وش أطلع وش أبعد؟ الفاسد والباطل. أحسن. ما هو الفاسد يا بني؟ ما اختل شرطه. ما هو الباطل؟ ما اختل ركنه. والأركان كم؟ ثلاثة. ما هي؟ والشروط يا بني؟ أربعة. ما هي الأربعة يا دكتور؟ نعم، الولي والرضا، أحسنت، والتعيين والشهادة، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. نعم. وأسباب التوارث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. رحم يعني نسب قرابة. نعم. ونكاح عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وولاء، وولاء، ما هو الولاء يا شيخ صديق؟ عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أحسنت يا شيخ صديق، أحسنت أحسنت. نعم. لأن الشرع ورد بالتوارث بها، فأما المؤاخاة في الدين، المؤاخاة كانت بالقبل فلان مع فلان بين المهاجرين والأنصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال اللي عملها في السنة الأولى من الهجرة بناء المسجد وبناء حجرات أمهات المؤمنين، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وإجراء العقد والعهد مع من في المدينة من غير المسلمين. وكان فيها ثلاث قبائل: بنو قينقاع يشتغلون في الخواتم وفي الذهب والفضة، وبنو النضير عندهم تجارة وزراعة، وبنو قريظة عندهم تجارة أكثر وزراعة أكثر، أجرى معهم عقدا وعهدا وميثاقا، إلا أن اليهود لا يلتزمون بالعهد ولا يوفون بالميثاق. هذا في السنة الأولى، فآخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من المهاجرين أخ من الأنصار، فيتوارثون فيما بينهم. ثم بعد ذلك نسخ بأن يكون الإرث للقرابة وليس للمؤاخاة. نعم. والموالاة في النصرة، وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها. كان في السابق يورث بها لكن نسخ ذلك، لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فصل: والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة. من الذكور والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة. ثم: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، فيبين لنا المتفق عليهم. نعم. الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا. والأب وأبوه يعني الجد، ونقصد بالجد أبو الأب، أما الجد الذي أبو الأم فلا، فهو من ذوي الأرحام. والأخ من كل جهة، الأخ من الأب، والأخ الشقيق، والأخ من الأم. نعم. وابن الأخ إلا ابن الأخ من الأب، وابن الأخ الشقيق، وأما ابن الأخ من الأم فلا. نعم. وابن الأخ إلا من الأم، والعم وابنه كذلك. العم وابن العم، العم الشقيق والعم لأب، دون العم لأم. نعم.
والزوج ومولى النعمة. مولى النعمة يعني المعتق سواء كان رجلا أو امرأة، والمرأة إذا كانت معتقة فهي تعتبر عصبة، وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. ومن النساء سبع: الأم والجدة والبنت. ويرث عندنا ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. فهو قال الجدة يعني كل الجدات، لكن اللي يمكن ميراث ثلاث لا أربعة. نعم. والبنت وبنت الابن. وبنت الابن لا بنت البنت، لأن بنت البنت لا ترث. نعم. والأخت. نعم. والزوجة. والأخت لا بنت الأخت، والزوجة. نعم. ومولاة النعمة. ومولاة النعمة يعني المعتقة. نعم. والمختلف في توريثهم أحد عشر. أحد عشر صنفا: ولد البنات، ولد البنت ذكر أو أنثى. نعم. وولد الأخوات، ولد الأخت ذكر أو أنثى. وبنات الإخوة. وبنات الإخوة يعني ما يرثن من عمهن، بنات الإخوة لا أما أبناء الإخوة فيرثون، وبنات الإخوة لا يرثن. وأذكر قلنا مرة أنه واحد جاء من الإخوان وقال أنه في شخص توفي وله أخ، والأخ هذا توفي قبله، قلنا خير إن شاء الله. قال الأخ اللي مات قبله له ولد وبنت، وبعدين مات أخوه اللي هو عمهم، يقول سألوني وقلت ما تركه العم هذا لأولاد أخي للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت لا يا أخي غلط. وكيف غلط؟ كلهم سوا، يعني هو هذا الرجل اللي مات أخو أبوهم وأبوهم مات قبل، فبقي أولاد أخي فهم سوا. قلنا لا، أنت الآن ورثت من لا يرث، لأنه ورث بنت الأخ، وبنت الأخ لا ترث عمها، وإنما ترث والدها أو ترث أخوها أو ترث زوجها وابنها، أما عمها ما ترث. فالوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهة. فبنت الأخ لا ترث. قال كيف جعل القسمة؟ قلت القسمة ما تركه الرجل فهو لابن أخيه وليس لبنت أخيه شيء. نعم. وبنو الإخوة من الأم والعمات. وأولاد الإخوة من الأم ما لهم شيء، والعمة والخالة ليس لهم ميراث. نعم. والعم من الأم والأخوال والخالات وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين. نعم. أو بأب أعلى من الجد، فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. يسمون ذوي الأرحام، فهم محل خلاف بين أهل العلم، ولا يعطون إلا إذا انعدم الورثة المتفق عليهم. نعم. ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم على ما سنذكره إن شاء الله في بابه. لعلنا نكتفي بهذا ونتناقش في بعض المسائل، وغدا إن شاء الله قلنا سيكون درسنا بعد العصر، وسنواصل ذلك في شهر رمضان، ونسأل الله التوفيق للجميع.